خليني اقول لكم ايه المكونات اللي معانا في الاختراع بتاع النهارده ده. احنا عندنا عندي شويه تركي وممكن استعمل بدل ده روز بيف مثلا لو حابب، لكن انا بفضل قوي التركي في الوصفه دي. عندي شويه فستق، عندي شويه جبنه كريمي، وعندي شويه جبنه بارميجان. طيب الغريب شويه ايه الاكواب بتاعه البارميجان اللي احنا عايزين نعملها دي. انا عندي طاسه هنا، عندي شويه بارميزان مبشور، مش هحط عندي ولا دهن ولا اي حاجه خالص. الفكره ان احنا هنعمل من البارميجان نفسها حاجه نقدر نعمل بيها وعاء او زي كوب كده نقدر نحط فيه الحاجات، ودي بعد كده تقدر بقى تحشي انت اي حاجه، وبتبقى مناسبه جدا للعزومات كمان اللي في البيت. فانا عندي اهو شويه بارميجان، ليني اهو هعمل كده، وبتحاول تعملها كده في شكل دايره ظريف، وبسيبها كده على مهلها على نار متوسطه مش عاليه قوي. اول ما هتبتدي زي ما احنا بنقول تبقلل كده وابقى شايفها، هقلبها الناحيه الثانيه. بعد كده بناخدها بنثبتها على كوبايه عشان نغير في شكلها. طيب ايه بقى الحشو بتاعها؟ حاجه بسيطه جدا، عندي شويه تركي، عندي شويه جبنه كريمي، والفستق ده عشان نحطه عليها من فوق. فناخد كده التركي بتاعنا الشكل ده كده زي ما هو، وهديله تقطيع كده اي حاجه سريعه. وهاخده كله اهو في الكبه، وهنزل عليه بالجبنه الكريمي اللي عندي. هزود عليه ايه؟ تاتش صغير قوي من الفلفل الاسود، وشويه تانيه من الجبنه البارميجان. وهديها ضرب. زي الفل. طيب كده انا جهزت الفيلنج بتاعي او الحشو بتاعي. هعمل بقى اهي، انا خلاص زي ما انتم شايفين عندي اهي، زي ما بقول لكم ان هي بتبقلل او بتعمل كده اهي من فوق. فابتدي بس من كل حته كده احاول افلتها، وبديها قلبه اهو ضغطه كده خفيفه خالص، وهسيبها نفس الوقت كان وقت اقل لان هي اوريدي نصها اتظبط. وبعد كده هنرفعها. الاختراع كده هنا ايه؟ ان احنا جايبين كوبايه نحطها عليها ونسيبها تاخد الشكل بتاعها. عشان بعمل بقى واحده واحده وبتاخد لها شويه وقت، فانا محضر شويه جاهزين برضو هوريكم بعد ما نسيبها تبرد بيبقى شكلها عامل ازاي. طب انا كده خلاص عندي الناحيتين اهو اتظبطوا، فانا هرفعها من هنا على طول بقى، هاخدها كده وهي لسه سخنه وانزلها بوسطنها كده هنا على الكوبايه، ومديها كده تشكيله خفيفه قوي بالشكل ده. طبعا يفضل تسيبها تبرد بس سنه عشان يعني ما تلسعش زي ما انا بتلسع كده دلوقتي. لكن بتاخد الشكل ده وبسيبها لحد ما تنشف شويه. طيب خليني اوريكم بقى ايه بيبقى شكلها عامل ازاي في الاخر. انا محضر اهو الشويه دول، مش عارف انتوا شايفين برضو الشكل بيبقى عامل ازاي، ونقدر بقى نلعب بيه الاحجام بتاعتها. ممكن نشتغل من اول حاجه صغيره قوي فتبقى زي الكنبيهات الصغيره، ممكن نشتغل على اكبر من كده. وعلى فكره دي نفس الطريقه اللي بيتعمل بيها بولات السلطه اللي بتبقى معموله من الجبنه البارميجان في المطاعم، فبيملى الطاسه كلها، وبعد كده برضو على نفس الطريقه على اي بوله او طبق كده من ظهرها بيعمل الشكل بتاع طبق السلطه، وهو ده اللي بيجي لك شكله كده زي اللي هي الطبق اللي بيتعمل بالعيش المحمص. طيب دي خلاص كده اهي الكوبايات اللي جاهزه عندي. انا جايب هنا كيس حلواني، وعندي اهو كده هنحط الخليط بتاعنا كله جوه اهو. نرفع اهو، وببتدي على طول اهو بملى
الحشو بتاعي وبظهر المعلقه بتاعتي بس اساوي ده كده لفه خفيفه قوي اهو. هحط بس اهي حته التركي كده بالشكل ده اهو. وهجيب الفستق المجروش بتاعي وحوالين كده حته التركي